تزامنا مع الذكرى 48 لحرب تشرين التحريرية، وتخليدا لبطولات الجيش العربي السوري وتضحيات شهدائه، عرض الفيلم السينمائي قسم على خشبة نقابة الفنانين بحلب، بطولة الفنان باسل حيدر والمخرج سامي نوفل. الحقيقة نحن عم نعيش ذكريات حرب تشرين التحريرية التي قادها المؤسس القائد حافظ الأسد، وبنفس الوقت اليوم نحن فعلا عم نحتفل بعروض السينما السورية. أحد أهم الأفلام السينما السورية هو فيلم قسم اللي أنتجته نقابة الفنانين، اللي فعلا عم بيحكي كمان عن بطولات الجيش العربي السوري. فيلم ينتمي لنمط سينما الحرب عبر حكاية تعكس بطولات الجيش العربي السوري بصورة غير توثيقية ومغايرة للأفلام التي تناولت الحرب الإرهابية التي تعرضت لها سوريا. يؤكد هذا الفيلم أن تحرير الأرض يعتمد على بطولات المواطن السوري، وهذا المواطن السوري الجيش العربي السوري هو جزء من الشعب السوري. الذكرى حلوة كثير علينا كلنا، على قلبنا ذكرى حرب تشرين التحريرية، فالملحمة الوطنية صارت كلنا هي بذاكرتنا منذ الطفولة، وإن شاء الله تعالى نحو الانتصار الكبير تحرير كل سوريا يا رب. يحمل رسالة إنسانية عميقة جدا. في نقط كتيرة بالفيلم لفتت نظري من ناحية الأداء بالإحساس العالي. فيلم روعة، روعة كتير، وتحية للجيش العربي السوري. ما أشبه اليوم بالأمس، اليوم عم نحكي عن 6 من تشرين، على حرب تشرين اللي فعلا عادت للجندي العربي ثقته بنفسه، عادت الهوية العربية مكانتها، وحطمت أسطورة عدو الجيش الصهيوني. ويأتي هذا الفيلم تقديرا لرجال جيشنا العربي السوري الذين حموا البلاد وطهروها من الإرهاب. وليد هناي، الإخبارية السورية.